السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنصار القوى التي خسرت الانتخابات يبدأون التصعيد عند بوابات المنطقة الخضراء، وإليكم التفاصيل. بدأ أنصار القوى التي خسرت الانتخابات تصعيدا عند منطقة البوابة الخضراء. التصعيد بدأ عند تجمع العشرات، ثم تحولت أعدادهم إلى مئات، ثم تقدم هؤلاء إلى بوابة التشريع في المنطقة الخضراء والتي كانت شبه مغلقة خلال الأيام الماضية، لأن هؤلاء المتظاهرون والمعتصمون يتواجدون على الجانب الآخر من الطريق أمام هذه البوابة. ولكن اليوم ومنذ أكثر من ساعتين نقلوا قيامهم وتقدموا باتجاه البوابة ليغلقوها بشكل كامل، بالإضافة للطرق المحيطة بالمكان تم إغلاقها، وحركة المرور باتت صعبة هناك، وقوى الأمن أعملت أيضا على إغلاق هذه الطرق. وهذه الأعداد تتواجد حاليا أمام البوابة ليتم إغلاق هذه البوابة بشكل كامل. بالإضافة إلى ذلك لم يتم الاحتكاك أو اشتباكات مع قوى الأمن التي تتولى المنطقة الخضراء، وهم بالمئات أيضا ويتواجدون عند البوابة، بالإضافة إلى قوات من مكافحة الشغب. وإلى الآن لم يحدث أي صدام بين الطرفين، وسنوافيكم بالتفاصيل. دمتم في خير أعزائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.